رأيه النهارده في حكم المباراه بكاري جسامه، هل كان له دور في هذه المباراه ولا لا؟ كابتن سمير ازي حضرتك؟ ازي كابتن اسلام وبس، اخبار حضرتك ايه؟ تامر وكابتن اسامه وكابتن حماده، الحمد لله تمام. يعني سمير. اولا اتفرجت على المباراه؟ بص يا كابتن، انا هقول حاجه لحضرتك، اتفرجت على المباراه بس انا مش هتقيم النهارده بكاري جسامه، لا انا هتكلم على مستوى حكمي لقاء الاهلي سان داونز رايح وجاي. مظبوط. سريعا كده، المباراه الاولانيه خلصت 5-0، من ضمنهم ركله جزاء غير مستحقه وهدف غير شرعي دخل في النادي الاهلي. مظبوط. انا بتكلم بارقام، يبقى كده عندنا في 3 اهداف. النهارده النادي الاهلي كسب 1-0 وكان ليه ركله جزاء لازم الحكم ممكن يحسبها النهارده، وليه هدف شرعي برضو اتلغى. نعم، يعني كان ممكن نتيجه المباراه النهارده في ماتش العوده الاهلي برضو يبقى كسبان 3، وفي 3 كانوا في مباراه الذهاب. انا بتكلم يا كابتن، النهارده جسامه يعتبر من افضل حكام افريقيا ان لم يكن الافضل، ده رقم واحد. الحكم النهارده بكر جسامه عارف هو جاي بيعمل ايه، للاسف تمام. المفروض الحكم يا كابتن يلعب قانون كره القدم ويدي العداله للفريقين وما يستفزش احد الفريقين عشان يقدر ينجح بالمباراه. الاهداف اللي جاي لها النهارده من وجهه نظري انا كحكم، انا حكمت حوالي 25 سنه 26 سنه، عارف يعني ايه الحكم ممكن يستفز الجمهور او يستفز المدير الفني او يستفز العيب، ممكن تبان من اول 10 دقائق ربع ساعه في كور بسيطه جدا، بس الكور البسيطه دي كوره على كوره زي ما اتفقنا قبل كده يا كابتن، ان اي خطا في المباراه ممكن يبقى مؤثر حتى لو كان في نص الملعب. انا من وجهه نظري النهارده طاقمي تحكيم المباراه كان ليه اثر في النتيجه، وخاصه النهارده كان حاجه استفزازيه قوي شفناها من كميه حارس المرمى اما وقع كثيره وبيقلد زي ما كنت سامع حضراتكم بيقلد حكام شمال افريقيا، لاعبي شمال افريقيا، لاعبي شمال افريقيا، دي خطا حكم على فكره مش خطا لعيب، هو الحكم اللعيب بيجرب الحكم بيشوف هو معاه ولا لا. وبعض الحاجات الكثيره النهارده من ضمنها حاجه استفزازيه طبعا الخطا اللي كان حصل لصلاح احمد فتحي، يعني ده لو جبت الكره دي شرحتها الحكم درجه ثالثه لازم يبقى فيها كارت اصفر طبعا. ده حاجات كثيره بس في النهايه دي كوره، الاهلي خسر مباراه وكسب مباراه، وما اعتقدش اي فريق مصري هتفرق معاه يعني بطوله طبعا بكره يعني، فده عادي يعني. تمام، اذا حضرتك شايف ان النادي الاهلي لو ركله جزاء سليمه بتاعت وليد ازارو ولا لا؟ طبعا ليه ركله جزاء وهدف شرعي كمان اتلغى النهارده، وهدف شرعي لجونيور اجاي كده ممكن النتيجه تبقى 3، وفي الدور الاولاني كان في هدف غلط دخل في النادي الاهلي وفي ركله جزاء سليمه حسبت على النادي الاهلي، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل، والنهارده كفايه منظر الجمهور اللي كان مالي الملعب صراحه حاجه جميله جدا. احسن حاجه استفدنا بيها النهارده عموما. تمام، يعني برضه كابتن سمير خليني اروح لحضرتك في موضوع مهم، انا ما اعرفش هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش، هل لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي بتشوف الكلام ده؟ بتجازي الحكم على الكلام ده؟ هي المفروض طبعا مباراه فيها طرف الاهلي او طرف الزمالك، مباراه قمه فيها في افريقيا وبيلعبوا في ده بيبقى في 2 مراقبين، واحد مراقب للمباراه ده تبع لجنه المسابقات، وفي مقيم للحكام خاص بالحكم برضه، بس انا بقول لك وباكد لك محدش هيعمل اي حاجه لبكره جسامه لقوته موجوده، هو ده اللي احنا بنقوله، ومش هيعملوا له حاجه، وممكن وهتلاقيه يلعب في بطوله افريقيا ومرشحين لكاس العالم، والدليل على كده هو في بولندا رايح كان فيديو ومحدش هيعمل له حاجه خالص. الاتحاد الافريقي يا كابتن طالما ان المباراه خلصت بدون مشاكل، وكابتن حمد الصيدي واسامه لعبوا كتير قوي حضرتك تمام، ومتابعه تامر بدوي، طالما المباراه خلصت بدون مشاكل يبقى ما فيش خلاص، مش مهم الاعتراضات في الملعب، المهم المباراه تخلص. للاسف يعني عدى البر الامان. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. طيب خلينا نطلع نشوف برضو المؤتمر الصحفي لمارتن لاسارتي وماذا قال بعد المباراه، وموسيماني برضو المدير الفني لسان داونز وماذا قال